معنا مشاهدينا هاتفيا من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي السوداني محمد الشناوي. مرحبا بك استاذ محمد. إن التظاهرات في السودان تنهي شهرها الاول منذ انطلاقتها احتجاجا على الغلاء، كيف ترى وتيرة هذه الاحتجاجات منذ شهر وحتى الان؟ نعم، في تقديري ان الاوضاع الان ازدادت سوءا، خاصه وان التظاهرات مر عليها أكثر من شهر، فهي بدأت بالفعل يوم 17 من ديسمبر، لكن ما خرجت في الإعلام يوم 19 في ديسمبر. الأوضاع الآن حتى الآن غير مستقرة، الأزمة الاقتصادية لا زالت عالقة، أزمة الوقود وأزمة البنزين، الوقود وأزمة الخبز وأزمة النقود في البنوك لا زالت أيضا قائمة، وهي الأسباب التي من أجلها خرج المسجون في تظاهرة يمكن هي الأعنف منذ تقلد النظام الحاكم العام 1989. على كل الأوضاع الاقتصادية لا زالت قائمة والأجواء غير مستقرة في السودان، في كل يوم حدة الصراعات تزداد. حتى الآن عدد القتلى يعني حسب وزارة الداخلية 24، لكن منظمات تقول أن القتلى أكثر من 40، وأنباء عن أن عدد المعتقلين تجاوز 800. والأمور في السودان يعني يمكن القول أنها سيئة جدا، الظروف خاصة التي تعيشها البلاد هي صعبة، خاصة وأن الدعوة للاحتجاجات لا زالت متواصلة. غدا هناك دعوة أو إعلان عن إضراب للمعلمين والصيادلة، وعدد من الناشطين سيشاركون في هذا الإضراب، وأيضا المظاهرات هي لا زالت مستمرة. غدا هناك موكب في مدينة أم درمان التي تقع غربي العاصمة الخرطوم، وسيكون هذا الموكب يعني من صعب جدا، خاصة وأن منطقة أم درمان هي منطقة كبيرة ولها تاريخ في النضالات السودانية. وبعدها هذا الحراك، عفوا سيد محمد الشناوي، يعني كما ذكرت تجمع المهنيين دعا إلى الأضراب واستجيبت كل من نقابة المعلمين والصيادلة ثم موكب أم درمان، ما مدى تأثير هذا التصعيد على مشهد أو في مشهد الاحتجاجات في السودان؟ في واقع الأمر أن استمرار الاحتجاجات أثر بصورة كبيرة على كل مناحي الحياة، وخاصة الحكومة في آخر خطاباتها دعت الشباب للحوار، وأيضا هناك تصريحات تبعث الطمأنينة لكل المواطنين بأن الأزمة ستنجلي، لكن السودانيين أو المحتجون اختزلوا مطالبهم في كلمتين وهي تسقط بس. بعد أن كانت المطالب هي اقتصادية، يعني الاحتجاجات هي أصلا المواطنون أصلا خرجوا بسبب أزمة الخبز وأزمة البنزين وأزمة النقود، ولذلك بعد أن الحكومة تماطلت في حل هذا الأمر تم رفع سقف المطالبات إلى إسقاط النظام. الأوضاع الآن في السودان يعني يمكن وصفها بالسيئة، خاصة وأن حدة الصراعات في ازدياد، وفي كل يوم نشهد زيادة لعدد السجين. قبل يومين هناك أعلنت كيان يسمى كيان الحواتة، وهو كيان معجبي الفنان محمود عبد العزيز الراحل، وهو من اشهر الفنانين كانوا في السودان وله قاعده عريضه جدا، اعلن انضمامه لتحالف تجمع المهنيين، وبالفعل شارك عدد كبير حسب ما علم في التظاهرات الاخيره التي انتظمت في عده مناطق في الخرطوم. الآن تجمع القوى المدنية دعا المتظاهرين إلى التمسك بالسلمية مقابل العنف من الحكومة السودانية، ألا ينافي ذلك ما صرح به قائد الشرطة بأن قواته
لم تستخدم الرصاص ضد المتظاهرين واستخدمت الغاز فقط. في واقع الأمر أن التظاهرات التي انتظمت في السودان كلها سلمية، لكن السلطات قمعتها، وبالتالي أن التصريح الأخير لوزارة الداخلية الذي نفت فيه عدم قتلها للمتظاهرين، وهو في تقديري تصريح خطير جدا ويبعث عدة تساؤلات، خاصة وأن القوات النظامية هي من تحمل الأسلحة، فلذلك بعثت عدة تساؤلات في حزب مراقبين، يعني من الذي قتل المتظاهرين إذا السلطات أو القوات النظامية التي تحمي المواطن هي نفت هذا الأمر؟ ففي تقديري أن الأمر يعني يحتاج إلى توضيح أكثر، خاصة وأن هناك فوضى كبيرة، حزب الشهود عيان أن هناك سيارات بلا لوحة وأن هناك ملثمون، وهذا في تقديري أن ينبي بمستقبل مظلم في السودان. شكرا جزيلا. كان من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي السوداني محمد شناوي.